إلى حضرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة شرف العلماء قدس الله سره العزيز. الفاتحة. فاتحة. يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أضللت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس من شر الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. الحمد لله. الله. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والصالحين. اللهم خصوصا إلى حضرة من اجتمعنا هاهنا بسببه أخونا في الله عباس مسليا قدس الله سره. اللهم زد له فضلا على فضله وشرفا على شرفه وعلي درجاته إنك يا رب العالمين. اللهم أدخل في قبره الضياء والنور والبهجة والسرور إلى يوم النشور إنك ملك رب غفور. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبسائر الصالحين أن تيسر عسيرنا وأن تقضي حوائجنا وأن تشفينا من جميع الأمراض يا رب العالمين. اللهم بجاههم وبحقوقهم بارك لنا في قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا. اللهم بارك لنا في هذا المجلس وفي جميع أمورنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.